أقمنا اليوم معرض ربيع في مركز يونس إمرأة في مدينة عزاز. نحن فريق صبح الثقافي بالتعاون مع اتحاد المصممين السوريين. هذا عملهم الأول كاتحاد مصممين، مشكورين جدا على الشراكة معنا، وبمشاركة الفنانة التشكيلية ختام جاني من مدينة جسر الشغور. المعرض بيتضمن ما يقارب 35 لوحة تشكيلية من أعمال الفنانة و40 تصميم من تصاميم مبدعي اتحاد المصممين. الهدف من هذا العمل هو تزامن الربيع، ربيع الطبيعة مع ربيع ثورات الشعوب العربية، فأحببنا أنه نضوي على ذكرى الربيع بجانب مشرق وبجانب مليء بالأمل والتفاؤل إن شاء الله. أنا حبيت شارك بتصميم يتعلق بالثورة السورية ولكن بطريقة مختلفة، ما حبيت أكتب رقم 13 أو الذكرى 13، ما حبيت أوضح هذا الشيء. حطيت 13 شخصية، هن السوريين مشهورين الشخصيات هاي، بمعرفة عبد القادر الصالح، حمزة الخطيب، غياث مطر، رزان زيتونة، حتى باسل شحادة، والشخصيات المهمة بالثورة السورية، وهن الشخصيات اللي من الجانب المدني حبيت تكون أكثر من الجانب العسكري، واللي بدوا الثورة السورية. وحبيت ضيف بعض العبارات الموجودة بالتصميم، يعني مثل الشيء اللي نذكر حاليا بالسويدة، مثل صاح صايح طب الأسد خوف، وكثير من العبارات حرية. حبيت أنا من خلال هذا التصميم أنه شارك مع زملاء بهذا المعرض ما يتعلق معرض ربيع بالثورة السورية، وحبيت يكون شيء وجه آخر ما ينذكر فيه الرقم 13 مثل ما ذكرت بداية. نحن موجودين اليوم في معرض ربيع لإحياء ذكرى الثورة السورية من خلال أعمالنا كمصممين في أعمال المطبوعة أو الأعمال المعروضة على الشاشات اللي بتضمن الفيديو أو الموشن جرافيك. هذا اليوم كتير مهم بالنسبة لنا، ومهم أنه نحن نضل عم نذكر العالم أنه الثورة السورية ما زالت قائمة وما زالت مستمرة لحتى يتم إسقاط النظام الغاشم. جسدنا هذا الموضوع في أكثر من 40 عمل بيضم مجموعة واسعة من التصاميم يلي بتحكي عن الثورة السورية منذ بدايتها إلى الآن، وإن شاء الله مستمرين في السنوات القادمة بإنشاء معارض أخرى تحيي ذكرى الثورة السورية. شاركت بهذا المعرض ب 34 عمل فني موزعين بين زيت وأكريليك على قماش ولوحة فحم. المعرض عنوانه ربيع، استوحيت موضوع لوحاتي من هذا المعنى الكبير والعميق. طبعا اللوحات بتحكي عن الربيع العربي وربيع الأوطان، وبتحاكي الجمال، وجسدت زهر اللوز، الألوان الزاهية برمزية بسيطة بتحكي عن الأمل اللي نحن نترقبه والربيع القادم بإذن الله.